السلام عليكم، عدنا لكم من جديد في حلقة من حلقات برنامج إعمار. اليوم جولة حلقة برنامج إعمار في قضاء العلم، هذا القضاء الجميل بأهله وجميل بجغرافيته وجميل بكل تفاصيله، يستحق كثير من الإعمار ويستحق كثير من التطور. لاحظنا اليوم في بداية البرنامج إن شاء الله راح ننتقل وياكم في جولة داخل القضاء، فكونوا معنا. عدنا من جديد. طبعا في قضاء العلم اليوم هناك طرقات جديدة تفتح وقرى تعود إلى الحضارة وإلى الحياة من جديد بعد حملة الإعمار التي أمر بها محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل. تركز العمل أو بدأ الحقيقة ملامح العمل في المناطق الجنوبية من قضاء العلم، في قرية عويجيلة، في مناطق أخرى هناك فتح مسارات للطرق، وهناك تبليط، وهناك أيضا مشاريع ماء صالح للشرب. فدعونا وياكم أحبتي المشاهدين نتابع وتفاصيل هذه الجولة. بالحقيقة وضع المنطقة كان يعني مزري، أنغاض، منطقة مخنوقة، يعني ما بيها معلم من معالم الإعمار. حاليا بجهود سيد المحافظ وقيم مقام قضاء العلم ومدير بلدية العلم الأستاذ، نشكر جهودهم، تشهد المنطقة إعمار وفتح للشوارع، وإحنا نتأمل من للأحسن تطور المنطقة، يصير بها نظافة، نتأمل يصير بها مجاري، نتأمل يصير بها شوارع مناظر طبيعية حلوة تخدم المنطقة وتخدم المواطن. الموقف المطلوب من عندنا المواطنين أكيد هذا حلم كل عراقي، حلم كل إنسان مثقف، أنه سيكون منطقة راقية، منطقة مزدهرة بالترتيب والنظافة، وهذا يجب يكون يبدأ من المواطن. أكيد نتعاون بكل سلاسة، وهذا أمر دولة ومن مصالحنا، مصالح المنطقة ككل، أنه نتعاون ويا المنطقة ويا الحكومة ويا الناس اللي قاعدة ترتب لنا. هي من جاي أول بلدية جاي يرتب ينظف لك منطقتك ويبلط لك شارع. أنا صار تقريبا 25 سنة من سكنت المنطقة، فيعني من 25 سنة وجاي أنا سكنت، فمن ذاك الوقت فهي مهملة، ما بيها لا تطور ولا شيء. الآن الحمد لله قاعد نشوف تطور. محافظ صلاح الدين السيد عمار جبر أداء جيد، ونتأمل منه الأكثر. وأستاذ عمار جبر يعني إن شاء الله نتأمل منه أحسن للأكثر. والله حركة طيبة وجيدة، يعني حيل رائعة للمواطنين، اختصاص المواطن للمنطقة، هي هذه فائدة المنطقة للشوارع ورفع الانقاذات ورفع التجاوزات الأرض الدولة. ونشكر السيد المحافظ ونشكر القناة المؤرة إن شاء الله، ونبادر مع الدولة برفع التجاوزات وخدمات المنطقة تخدم صورة شكل جيد. أنا ساكن صار لي تقريبا 95-97 بالمنطقة، لا ماكو كل حركة وأي أعمار كان ماكو ولاكو خدمات، كانت منطقة انقاذ بها. حاليا لجت البلدية سيد
مدير البلدية ورفع التجاوزات والشوارع تبليط شوارع. شيء أكيد أنه يغير، لا 100% أنه يغير، تنظف المنطقة وشوارع، وكل من يعرف حدود نظامه ونظافته ويتعاون مع الدولة والمدير البلدية، ونشكرهم على هذه المبادرة الجيدة، مبادرة حلوة من صالح المواطن. والله التطوير فضل من الله، وبالنسبة للبلدية هاي الشوارع تقصها لصالح منطقتنا، عندنا طلاب نريد تبليط من زمان نطالب، ونريد التبليط من يصير يخدم كل المنطقة، وما الشغلات غير هاي كلها زايد يعني، نريد تبليط ونريد سالة ونريد كهرباتنا تنضبط، ما نظل الطرق مسددة مالتنا. ايه التجاوز لا ما نقبله، ليش نقول يبنى وباشر تجي البلدية يفلشون؟ ما يرحم. اي طبعا نتعاون ويا البلديه، انا اول ما جو قلت لهم حتى ذا السياج مالي بالشارع اشيله. اني اول ما جو الجماعه البلديه قلت لهم اذا عندي 30 سنتيم بالشارع اشيلها، لان التعاون زين بيناتنا، لان باكر ورانا مطر وشتاء وكلها هاي نحسب لها. باكر بينما طالبك يجي نظيف من المدرسه بينما يجي مطين. محافظ جهوده طيبه، اخباره طيبه ان شاء الله، ويبقى جهود إن شاء الله طيبة، وينظر بهالمناطق هذه التبليط، السايل مال المي، الكهرباء هم نداعي بها. والله أنا ساكن تقريبا ب 52 بالعلم، إيه هي مواليد 64، أنا ساكن العلم هذه. شافت قبل جو قصة ومدري شنو هو وراحت، جانا الأحداث هاي مال داعش وشبه ذلك وانتهت، والحمد لله هسه اجونا مره ثانيه. الشارع من صالحي، والمتجاوز اقول له 50 مره اقول له يابا لا تتجاوز ولو متر، ليش؟ لان باكر تفلش. الدوله فوق الكل القانون. احنا حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين باعمار اعمار محافظه صلاح الدين عموما، وتوجهاته بالتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فإحنا جنوب هسه حاليا ضمن حدود بلدية العلم، جنوب العلم عندنا هذه المنطقة، بدأنا بتهيئة الطرق ورفع التجاوزات عن الطرق وتهيئتها وتقديمها للتبليط اللي يعني حسب خطة السيد المحافظ. عندنا مشاريع تبليط، عندنا اكساء، عندنا تخطيط وصبغ ارصفه وعلامات مروريه. عندي حاليا 3 متنزهات وغابه ضمن المنطقه اللي هي المسؤول انا عنها، اللي هي ضمن حدود البلديه، وعندنا الكثير من المشاريع اللي قدمها وافق عليها السيد المحافظ. المشاريع عندنا مشروع تبليط منطقة جنوب العلم، منطقة الوعي، عندنا منطقة حي الجمعية تبليط، وعندنا المناطق العامة والمناطق الخاصة اللي هي الحدائق والمتنزهات. عندي حياة جمعية بمتنزه ضخم، عندي غابة، عندي تخطيط وصبغ أرصفة، عندي تبليط في منطقة الوعي هم جديدة، وعندي إكساء في منطقة العائد. والله المواطنين الصراحة كلش يعني متعاونين، جدا متعاون، او يعني هو يقول لك اني عندي هذا التجاوز شيل لي اياه ارفعه لا تخلي لي اياه، انا اريد خدمات. وعدهم كذلك الماء، عدهم اسالة خاصة لهذه المنطقة، والكهرباء هم متعاونين، عندي متعاونين جدا. أكثر شيء المواطنين هنا بهذا المنطقة خاصة متعاونين، يعني أقول لك 100%. هذه الثقافة أكيد تأشر على أنه المواطن يريد هذه الخدمات ويحتاج الخدمات، ويحتاج إلى أنه أحد يتوجه عليه، يعني تقدم له خدمات، المواطن
هو ما محتاج غير الخدمات ومحتاج الماء والكهرباء والتبليط والخضراء والمناطق الخضراء. لما هم يعني شايفين من عندنا انه احنا جادين بهذا العمل، والسيد المحافظ جاد بتقديم افضل الخدمات لكل المواطنين، وما عنده تفرقه بين منطقه ومنطقه، مثلا العلم او الضلوعيه او بيجي. السيد المحافظ عنده توجهات لكل صلاح الدين، ما مخصص. فالمواطن اكيد عنده بدت عنده ثقه انه المسؤول متوجه عليه ويريد يقدم له الخدمات. مواطن اذا ما يتعاون ويا الدوله، الدوله ما تقدر تشتغل وحدها. المواطن اللي هو اليد اليسرى والدوله الخدميه هي اليد اليمنى، والمسؤول هو على راس الهرم. فعموما المواطن والدوله هي راح نقدر نقدم خدمات افضل، وتوجيهات المسؤولين وثقه. اكيد الثقه، نعيد مره ثانيه انه الثقه هي اهم شيء. مهندس ميلاد احمد يوسف، مدير بلديه العلم. والله زين ما شاء الله، احسن من قبل، يعني يوم عن يوم جاي تطور الخدمات، الشوارع تنظيف، ترتيب الشوارع حيل ما شاء الله مجد ونظيف ومرتب، شغله زينه. وعلوان نريد اكثر، يعني مو نريد يعني مره او مرتين ويعفونا فرد نوب، يعني كل ما يتطور العمل الشوارع تبليط، الناس تفرح تكيف تظل تشتغل. يعني انا كابو محل من اشوف ايش ترتيب، مدي افتح شغله شغلتين ثلاثه، من اشوف ايش التطوير والدوله تدعمك. اي عموما حيل زين، احسن من قبل، يعني يوم عن يوم جاي نشوف احنا، يعني نشوف ما لا احد يوصينا ولا احد يقول لنا، جاي نشوفه احسن من قبل. يعني ترتيب هسه هذا الشارع بلطوه احسن من قبل. اي همين شوارع جديده وتبليط زين، والشارع حيل حيل، يعني مو تقول يعني مشتغلين هيك تفطر ورا يومين ثلاثه او شهر او شهرين، حيل مشتغلين شغله زينه. والله هو ماكو غير المحافظ، يعني جاء نشوف احنا، يجي هنا يفطر من ناحيه الفلكه العلم كل المناطق جاي يفطر. هسه عنده تقريبا مال الفلكه مال الفرسان تندل هذا الطريق تنقول هذا، يعني حيل باهذين بذر زين بيه، مسوينا اول شيء كبير، ثاني شيء حسه على المشروع بيهم يعانون، يقول لك هذا المشروع ما ادري شنو، يعني بيهم الناس يعني هسه يقول لك هذا لو بس خلاص من يمه. قلنا لهم عم احسن من قبل، كان مفطر سياراتك انتهت، يعني حتى الناس قامت ما تطلع على الشارع. هسه وين مرتاحه مرتاحه، يعني قبل تمشي ساعه يلا تتصل فيك، هسه 10 دقائق انت واصل، احسن من قبل. حركه الاعمار بقضاء العلم من ذا 6 شهور وجاي، يعني حركة رائعة، والناس المواطنين مستبشرين خير. اليوم جهود البلدية مشكورة، اليوم برفع الأنقاض داخل الأحياء السكنية وفتح الشوارع تمهيدا لتبليطها بالحملة التي أطلقها الدكتور عمار جبر محافظ صلاح الدين. احنا مستبشرين خير ونتابع الوضع ونقيمه، وان شاء الله يتطور نحو الأحسن، واحنا مرد بس فقط وعود ان شاء الله هذه راح تبلط. حسب ما حكى لي مدير البلدية وتحدثنا أنا وياه، مدير البلدية قال السيد المحافظ وعدنا بمشاريع راح تنطلق بعد شهرين إن شاء الله ضمن الموازنة الحالية، مشاريع هي بسيطة يعني بس ممكن أنها تخدم المواطنين كالتبليط داخل الأفرع، أيضا إقامة مشاريع استراتيجية للبلدية. راح يكون البلدية عندها اليوم تصميم جديد، احنا مو فقط هي خدمات التبليط اللي تقدمها البلدية، البلدية لها عدة جوانب تشتغل عليها، رفع النفايات، اليوم احنا جاي نرفع الأطنان، عشرات الأطنان من النفايات إلى الطمرة الصحي وبجهود خدمات البلدية. المواطن لازم يتعاون ويانا، إذا ما تعاون ويانا الإعمار هو مسؤولية الجميع، مو فقط مسؤولية البلدية أو مسؤولية المحافظ أو مسؤولية الجميع، لازم تتعاون. أكو ناس متجاوزة على الطرق، لازم تتعاون ويانا برفع هذا التجاوزات حتى إحنا نقدر نباشر بتبليطها إن شاء الله. إحنا أيضا عندنا تصميم قطاعي جديد استحدثناه، راح نوزع به قطع أراضي، أنا كنت عند مدير التخطيط العمراني قبل قليل، وراح نبدأ نفرز حتى نوزعها على الشرائح المشمولة بالتوزيع. وهذه الخطة طبعا ضمن توجيهات السيد المحافظ بأن لازم نوزع للجرحى وللشهداء وللموظفين،
وان شاء الله احنا نوعد اهلنا بمشاريع راح تنطلق عما قريب حسب ما وعدونا بالمراجع. نزان ناجي جباره، خدمات بلديه العلم. اهلا وسهلا بكم. طبعا قائم مقامية القضاء لديها كلام حول المشاريع التي تم تنفيذها والمشاريع اللي راح تنفذ في عام 21. نتابع وإياكم تفاصيل خطة العمل الجديدة لقضاء العلم. على بركة الله، وفي هذا العام بعد أن أصبحت كورونا إن شاء الله في حكم الماضي، بدأت حملة الإعمار في قضاء العلم بجهود السيد محافظ صلاح الدين وجهود الأخوان في الدوائر الهندسية والملاكات والشركات العاملة. تم التركيز على تبليط الشوارع والأفرع والقرى الريفية لكونها الأكثر خدمة للمجتمع، بالإضافة إلى تحسين الخدمات وواقع الكهرباء والماء في القضاء. وبذات الصدد أيضا افتتح السيد محافظ صلاح الدين القرية العصرية في أطراف قضاء العلم منطقة تل الصيباط. تحتوي القرية العصرية على 110 وحدة سكنية، 10 وحدات سكنية للدوائر الخدمية في القرية العصرية، 100 وحدة سكنية للمستفيدين من هذا البرنامج. الوحدات السكنية ستخصص إلى فئات محددة من قبل وزارة الزراعة، هي فئة المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وفق آلية التفاضل والنقاط. بالإضافة إلى الوحدة السكنية سيكون هناك تخصيص أرض زراعية بمساحة 40 دونم مع بئر ارتوازي. ستكون القرية العصرية أشبه بمركز بحوث زراعي في قضاء العلم. نأمل من الأخوة في الدوائر المعنية الإسراع بتنفيذ مخططات العمل في القرية العصرية إن شاء الله. جهود مشكورة لاهتمام واهتمام بالغ من السيد المحافظ بهذا المشروع الحيوي والوحيد في محافظة صلاح الدين، ومن الله التوفيق. براء محمد صالح، قائم مقام قضاء العلم. وتولدت لدى المواطن ثقة بالإجراءات العمرانية التي يقودها محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل وطاقمه المشرف على تنفيذ المشاريع الخدمية، وبات التعاون عاملاً إضافياً للتسريع بوتيرة العمل. ولاحظنا كيف يوافق الأهالي على رفع التجاوزات أو يساعدون فريق العمل لإنجاز مهامه، كما تابع برنامج إعمار أعمال فتح مسارات جديدة لطرق المواصلات في مناطق جنوبي قضاء العلم لإحداث التطورات والارتقاء بالتخطيط الحضري إلى مستوى جيد وفقا لرؤية صانع القرار التي تصب في مصلحة المواطنين. ستتعافى صلاح الدين إن شاء الله. السلام عليكم مجددا. طبعا التجول في قضاء العلم يعطيك روحية جميلة وجديدة، فهناك توسعة في الطرقات، هناك أيضا إنارة في الشوارع، ناهيك عن الاستقبال الجميل اللي الأهل أهلنا في قضاء العلم يستقبلون به الناس القادمين. احنا تجولنا في قضاء العلم، شفنا المشاريع اللي تنفذت والمشاريع اللي راح تنفذ إن شاء الله بالقادم. نأمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة وفي مدينة أخرى من مدن محافظة صلاح الدين وهي تشهد إعمارا كما يتمناه قادة الحركة الإعمار في محافظة صلاح الدين وعلى رأسهم الدكتور عمار جبر خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.